منارو ليكي يا عمري، كم مرة اجت المرة لعندك وترجتك مشان الموضوع؟ ليكي هالشي مو منيح بنوب، بتعرفي رح تسجل املاكها باسمك. ايه انا ما عاد بدي لا مصاري ولا شي، كله الا هجوازه. يا حبيبي خاتم الزواج بينحط على اليمين ولا على اليسار؟ بينحط على تمك بو، بلكي ما عاد بتحكي وبتخرس. خلص بقى، شو في اذا تزوجتي هلا يعني؟ لك هذا ما عم يفوت. شو هالصايغ؟ قلنا له بدنا واحد رفيع حتى يكون رخيص، راح اعطانا الصغير. بكره بتشوفي قديش رح تشتري لك هدايا، اساسا ما ضل عندك بيت. عقلي يا بنت عقلي، وافقي. غبيه. جبتي المصاري ما، بس اوعك تكوني مخبره الشرطه. ها لا، مثل ما وعدتك ما خبرت حدا، لا تخاف. اساسا لو هيك كنتي بتروحي على حالك الفرصه، يعني ما كنتي رح تلاقي الدكتور ابدا. يلا خلينا نروح لعنده. ما بروح لحتى اتاكد ان المصاري معك. وانا ما بعطيك لتاخذني لعند الدكتور. طيب اذا هيك يلا نمشي. لا تواخذيني بس يعني شقفة خدامة لشو تعطيك لهي المصاري؟ بعرف هالشي، بس هي طلبتهم دين وشفقت عليها، وخاصة انهم مشان امها. قلتي مشان امها؟ واقف لا تهرب، انت كذبت علي ما هيك؟ لوين بدك تروح؟ بدك تفهمني كل شي هلا. انا ما بعرف شي، ماشي؟ لكن ليش عم تهرب مني؟ لانه بدي سافر. لحظة استنى، بترجاك ساعدني يا اخي، هدول 30 سنة، 30 سنة الطفلة هي أنا، بحياتي ما حسيت بحنان الأم، وانت السبب بهالشغلة. ما عم بيعذبك ضميرك على اللي عملته؟ عارف. بس ليش قلت له لأخوك؟ ما خبر أخوه، هو خبر زوجك. شو نسياني أني بكون زوجك؟ أخي هلأ مو وقتها. سألك كيف تورطت بالجريمة. المدام ما لها علاقة بالجريمة. لكن شو عم بتساوي ببيوت العالم؟ عم اسأل عن أمي. لوين يا؟ أنا رايحة لعند عمو هلأ، ومن هنيك طالع زيارة لعند خالي بأنقرة، شي 15 يوم. ايه وإذا حدا سأل عنك، بتعرفي هالأيام كتير عم يسألوا عنك. قلن أختي ماتت، شريكته بالسر الكبير اللي مخبينه عني. أنا ما فيني ضل هون واسمع هالكلام الفاضي. لسه بدك تكذبي علي؟ أول ما عرفتي إنه بالمشفى اجيتي بسرعة لتشوفي؟ والله حرام عليكي، ليش عم تعملي فيني هيك؟ آه؟ أنا بس بدي منك تعطيني الاسم، بس الاسم. قليلي شو بتخسري؟ شو رح تعملي إذا عارف بيك صحي هلأ وحكالي على كل شي؟ بهداك الوقت أكيد ما رح سامحك، ما رح أشفق عليكم ورح فوتكم كلكم على السجن. دكتور دكتور، المريض حالته سيئة كتير. بعد لو سمحت عطوا إبرة أدرينالين بسرعة. يا ريت يموت ونخلص. للأسف المريض أعطاكم عمره، الله يرحمه. شو كنتي عم تقولي قبل شوي فريدة؟ ما سمعتك. قلتي عارف رح يطيب ويحكي كل شي ورح تفوتينا كلنا على السجن، ما هيك؟ إيه منيح لكن، الله يكون بعونك لأنه وضعك هلأ كتير صعب. يلا تنام يلا تنام، لا تبحلك منيح إنك ما هربتي. روح يا حمام لا تصدق، تعي لجنبي حتى تاكلي معي، تعي لا تخجلي. شو يا حلو يا حلو، شو يا حلو يا حلو، شو صدقيني شو؟ انا رح يا حمام بفتح القابليه بضحك على الغالي لينا. بكره بتشوفي كيف رح تنبسطي معي. يلا تنام يلا لك سم الهاري ان شاء الله. ليش يا عمري؟ هذا مال حلال مال مرتي. لا حبيبي لا لا، مو لك حبيبي، مو لك، مو لك ماما. عم قله لهداك الوسخ لانه ما بيفهم. ها
عمو كمال ما بيفهم. طيب مثل ما قلتوا لي عملت، هي تزوجنا، ليش لساتك قاعد بخلقتي؟ خليك مزوقة وروح على بيتك. شو شايفتيني أهبل؟ حتى أترك أوتيل 50 نجوم بالليل وروح على البيت؟ يعني إذا كنتي مالة ومو عاجبك المكان بعطيكي مفاتيح البيت روحي نامي فيه. أصلاً أنا لازم أسكن بقصر مو أوتيل 5 نجوم. منار حاجة تخبيص بقى، أنا قصر مش شايفة وضعي المادي قديش صعب؟ استغفر الله. ما ضل غير القليل، جنان رح تحل كل شيء عن قريب. بكرة رح تجي المدام آمال بسرعة حتى تاخدني من هون، وأنا رح قلها أنك عم تضربني وكمان عم تشلحني المصاري اللي معي، وبأول فرصة رح نطلق. أنت كسرتي لي قلبي. شو قصدك بهالحكي منار؟ لازم حبنا هذا يعيش ونكمل. أنا اللي كنت فيكي متأمل موتيني بكلامك المأمل. لا بقى تقلي لي هالحكي منار، تحرقي لي قلبي بعدين تاكلي. لا شكرا. قال مو معروف مين هن أبوها وأمها. شو هالمصيبة اللي نزلت على رأسنا؟ يمكن تطلع بنت حرام ونحن مو عارفاني. لا 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 ماما، انت عم تحكي عن مرت اخي يلي بتكون ام احفادك. ان شاء الله بتنقبر. اخي احكي لك كلمة، ليش ساكت؟ والله احترته ماني عارفان شو احكي لك. بدي اعرف شو هو زنبه لمرت اخي، فهموني يا ابني. الواحد بيرجع لأصله، انت مو فهمان القصة. الواحد قد ما كبر وعاشر عالم بيرجع لأصله. وإذا أصله عاطل، قصدي بيضل هيك عاطل لسابع جد. ليك اطلع على شرف، ما تهنى ولا يوم بكل عمره. بتعرف ليش؟ لأنه ما بتسمع كلمته. وصرعتنا وتقول بدي روح، ليك راحت. شو اللي صار؟ دايرة من مغفر لمغفر. وهلا بدها تلاقي أمها كمان. ها؟ يعني فوق كل شيء عملته معنا بدها تنزعلنا سمعتنا. ها اسمع، يعني نحن ما كان ناقصنا غير هالقصة. يعني بفهم انك رحت لعندها مشان تحاسبها؟ على اساس انت جوزها مو لازم تساعدها وتوقف جنبها؟ اذا صاير معها مصيبة لازم تكون معها. شرف اوعك اوعك لا ترد على امير. ليك ابني، انت خود ولادك وبعدين روح ارفع عليها دعوة طلاق. ما بدك ياها، وتصطفي لتساوي اللي بدها اياه. تروح على المخافر وين ما بدها. انتو ما تعلمتوا من الشي اللي صار معكم؟ لا من الموت ولا العذاب ولا الفراق، ما استفدتوا من هالدروس ولا تعلمتوا. صدقوني بكرة لتندموا عشي اللي عم تساووه مثل كل مرة. يا جماعة انتو عم تظلموا إنسانة بريئة. يا عيب الشوم عليكم بس. تعو 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 لفرجيكم هالشغلة. حلو مو هيك؟ خالي لهلأ ماما ما اجيت. رنين اتصلي لي فريدة. قبل شوي اتصلت مدام، عم يرن الموبايل وما عم ترد. يا الله. الحقيقة أنا عم فكر بشي بس. خير؟ ليكون هربت بعد ما أخذت منك المصاري. شو اللي عم تقولي؟ معقول هيك؟ ما بتعملها؟ يعني المبلغ اللي أخذته كان كبير. ليكي أمي مالي حرامية، أمي ما بتسرق مصاري من حدا أبدا. بعدين هي ما رح تتركنا وتروح لمحل. بس هي تركتكم. ماما لا تتركيني. لا ماما لا تتركيني وتروحي. لا يا عمري. بنتي ماما فريدة. شو صار؟ شفتي ما هربت، هي ليك اجت. فريدة ليش بدي اهرب؟ ليكني هون. فريدة انا ما كنت بقصد هيك. قال سرقتي مصاري هيك عم تقول.
حبيبي أنا أخذت هدول المصاري من المدام أمال دين وبدي رجعهم. ما بعرف، بعد ما ضاع طوق المدام أمال ودورنا عليه. أنت انقلعي من خلقتي. فريدة على غرفتكم يا أولاد، لحقتكم. فريدة لو مالي مدينة منك المصاري ما كنت قعدت هون دقيقة واحدة. فريدة ليكي، في شي سمعته عنك وبعدها بنفس الوقت ضاع الطوق، وبصراحة أنا شكيت فيكي وبعترف إني دورت بغرفتك بس ما لقيت شي أبدا، يعني كنت عاطيته للصايغ ونسيته. كنت بدي قلك على القصة بس ما صار وقت مناسب. أنتي سمعتي عني حكي وصدقتي ما هيك؟ وشكيتي فيني واعتبرتي إنه هالكلام مزبوط. ليش؟ لأنه أنا ببساطة مجرد خدامي بس ما باكل حرام. فريدة اسمعي، مو هيك يعني الحقيقة. لو إنك كنتي محلي كنتي سويتي نفس الشي. وأنا كنت محلك بس لساتني قاعدة هون. مفكرة ما بعرف إنه أنتي اللي خطفتي أمينة؟ بعرف. أنا ما حكمت عليكي بسرعة مثل ما عملتي لأنه كان فيني ضمير، وسألت حالي يا ترى ليش هي عملت هيك. صحيح الصبت بس ما سمعت حكي العالم. كان فيني روح على الشرطة واشتكي عليكي، كانوا اجوا مسكوكي وكنت تحاكمتي. بس بتعرفي شو اللي خلاني ما ساوي هيك؟ محبتك لأمينة اللي خلتها تتعلق فيكي. مشان هيك بس أنا سامحتك وضليت هون. يا ريتك قبل ما تتهميني ظلم فكرتي منيح وسألتي قلبك. خير يا بنتي، شو في؟ حضرة الضابط، امبارح اجيت حتى اقدم افادتي بجريمة قتل الدكتور، تذكرتني؟ ايه نعم، تفضلي. انا بدي اذن لحتى اقدر شوف مرته لعارف بيك. ليش؟ على اساس ما في اي صلة بيناتكم. ايه صحيح، عارف بيك مات امبارح وأنا ما قدرت أعرف شي عن عيلتي بالمرة. قلت لحالي يعني بركي مرته بتعرف عن الموضوع. ما بيصير بنتي، إذا سمحنا لكل شخص بالزيارة رح يصير فوضى هون ورح ينعجق المركز بالناس، وكمان إذا الموضوع كتير مهم فوكيل النيابة بيعطيكي إذن لحتى تشوفيها. سيادة الضابط، أنا موضوعي ما بيحله غير الله، ما في دليل ولا حتى عندي شاهد، ما بعرف مين اسأل ولا مين اتهم. يلي بعرفه انه في ناس عندهم ضمير هنن بيساعدوني، مثلك انت بترجاك ساعدني وخليني شوفها. انا ما بدي روح لمكان. طيب لكن خليكي هون قضي هالليلة كمان بالأوتيل. انت عطيني اجار هاي الليلة، اصلا اللي معك مصاري كتير. ونار أنا خبيت هدول المصاري مشان الأيام سودا. كمال ما في أيام سودا أكتر من هاليوم، ليك أنا وابني كيف ضلينا بالشارع. يي علينا، قديش أنت مرة مدللة ونقاقة. والله لو بعرف أنك نقاقة كل هالقد ما كنت تزوجت أبدا. يا ريت. بدك تجي معي ولا لا؟ ما بدي. منيح خاطري. كمال 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 تاكل هم حبيبي، رح لاقي طريقة، أنا ما رح أتركك تنام بالشارع. تفضلي منار، وينك أنت؟ كمال طلع وأنا ضليت قاعدة لحالي بالأوتيل.
لسه ما حكيتي معه؟ خلص خلص لا تعصبي يا بنت، أنا عندها عند أمال، استنيت لحتى تطلع فريدة مشان هيك تأخرت. خلصينا وأحكي معه. عم استنى، المدام تعبانة وقال حضرتها مو قدرانة تشوف حدا. ما بدي تقعدي تتحججي، لازم تلاقي لي حل وخليها تجي لهون بسرعة. طيب رح لاقي حل، رح احكي معه. لك عم قلك أنا وابني رح نبقى بالشارع. خلص منار، قلتلك رح حلها، بكفي بقى، خليكي هونيك واستنيني، بظن إن أجيت، صار لازم سكر. أها إيه، بدك يعني اطلع لفوق لحتى شوفها ما هيك؟ بعتذر يا خانو، المدام آمال مو فاضية وبتقلك بعد كم يوم هي بتشوفك. شلون؟ شو الظاهر إنك ما قلتي لمين إجا؟ يعني ما قلتي للمدام جينان إجت؟ قلتلها طبعاً، المدام جينان. وقالت لك مو فاضية؟ هيك قالت. طيب إذا هيك ناوليني جاكيتي. تكرم. بسيطة يا أمل خان، ومحسابك معي بعدين. أنتي سمعتي عني حكي وصدقتي ما هيك؟ وشكيتي فيني واعتبرتي إنه هالكلام مزبوط. ليش؟ لأنه أنا ببساطة مجرد خدامة، بس ما باكل حرام. ما حق تهم تظلم بدون ما أتأكد. لازم خليها تسامحني شو ما صار. عارف كان رجال ظالم ومنشان المصاري بيبيع ضميره، وما بستبعد يكون متورط بهالقصة. انتي هلأ أملي الوحيد، بترجاك يحكي لك كل شي بتعرفي، يعني هو كان جوزك، وإلا ما تكوني بتعرفي شي عن القصة. بصراحة هداك النهار شفته كان قاعد عم يحكي هو ورجال لحاله، بس ما قدرت أعرف بشو كانوا عم يحكوا بالمرة. وقتها كنت رايحة على المشفى والرجال كان هنيك، وقف معه ما كان يحل عنه. كيف كان شكله؟ طويل شوي، شعره أبيض ومبين إنه مريض، وكان عم بعيط ويقول وين بنتي. ولما فتت لجوا هن الاثنين سكتوا، وطلب منه عارف إنه يطلع لبرا. الرجال كان كتير تعبان وسعلته قوية، عطوه كاسة مي، بعدين هدي شوي، وقبل ما يروح أخذ موعد من عارف، قال له منلتقي هنيك. طيب عارف راح على الموعد؟ ما عرفت شي. طب فيكي تتذكري العنوان؟ على ما أظن عن برج غلطة. بأي يوم؟ يوم الثلاثة الساعة واحدة، واحدة ونص، هيك بتذكر. يعني اليوم؟ Aşkımın esiriydim ben ki, belki, of
سردانا سرسري دم بلكي بلكي يار dermansız bir dertliydim sevdim amansız sevdim ben ki belki yar aşkının esiriydim belki ben ki o sevdana serseriydim ben ki belki dermansız bir dertliydim sevdim amansız sevdim. لا تزعلي مني أمال، راح لاقي بنتنا، بوعدك راح لاقيها. قبل ما أجمعكم ببعض ما راح موت، لا لا ما راح موت أبدا. Aşkının esiriydim ben ki belki of sevdana serseriydim ben ki belki yar dermansız bir dertliydim sevdim amansız أخيراً شرفت الخانم. وين المدام أمال؟ اليوم المدام أمال مشغولة، مشان هيك لازم تدبري حالك هلأ. ما شاء الله عليكي، شو هالحل الحلو هاد؟ لو كنت بقدر دبر حالي ما كنت قعدت استنيتك من الصبح يا فهمانة. اسمعي، أنتي مكبرة القصة كتير، من وش الصبح وأنتي عم تدقيلي وتصرعيني. رحت على بيت المرأة وتبهدلت مشانك ويا ريت استقبلتني. ضبي غراضك وحملي حالك وروحي عند جوزك. شو؟ لعن جوزي؟ أكيد أنت عم تحكي نكتة ما هيك؟ ايه جوزك طبعا، هاي انتو كتبتوا الكتاب. ايه وكمان اذا بدك رأيي هالزلم كتير مهضوم. يعني اللي بقصده انتو لابقين لبعضكن كتير. ومثل ما بيقول المثل، طلعتوا طنجرة ولقيت غطاها، ما هيك؟ لك اسكتي بقى وقلا بنتفلك شعراتك وبخليكي تقعدي تبكي عليون. انا هلأ هدياني لانه قاعدين بين العالم، بس يا ويلك اذا جنيت. طيب طيب هلا قلي لي وين بدك تروحي؟ الحق علي انا اللي اجيت لعندك. اوه يا عيني، الام والبنت قاعدين مع بعض ولا على بالكم شيء. المدام امال هي عم تدفع طبعا. انا اجيت لهون لحتى اشوف اذا ناقصكم شيء. أنا قايمة لأنه بصراحة المكان ما عاد ينقعد فيه بنوب. بيكون أحسن، وهيك باخد راحتي بالحكي مع منار. متأكد إنه عندها شغلات كتير تقلي إياها. يلا بعدين بشوفك. خليني روح لو سمحتي. إيه؟ كيف رسمتي هالخطة؟ وخليتي المدام أمال تصدق إنك بنتها؟ أنا ما عملت شي لحتى خلي حدا يصدق تيمور. المدام أمال بتكون صديقة العيلة من زمان، بتعتبرني مثل بنتها اللي ماتت وبس. وحضرتك شفقاني عليها مو هيك؟ أنا بعزة وبعتبرها بمقام أمي. يا مسكينة يا أمال، مو عارفاني إنك عم تكذبي عليها وتخدعيها، بس أنا أكيد رح وقف جنبها وأكشف لك كل حدا عم يحاول يكذب عليها. أنت ما فيك تخوفني بهالتهديد السخيف تيمور، وإذا مو حابب تحل عني رح خليك تندم إنك عرفتني وساويك قد الصرصور قدام رنا. أكيد عم تفهم. أنا طبعاً فهمت، بس يا ريت أنت تفهمي، ما رح أخليك تساوي اللي براسك. إذا حابة تضلي عايشة بعدي عن المدام أمال. صدقني رح خليك تندم.
Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayım ahımı kime desem. Bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Bir küçük goncayım ahımı kime desem. Bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. ليش عم بدي كل هالقد؟ شي يوم بدي بيعهم كله. يا امي رجلي انكسرت، والله انكسرت. اجيت بالوقت المناسب. أنا آسفة لا تواخذني، من الصبح عم حاول أدفشها شوي وفوق كمان انكسرت رجلي. إذا بدك فيني ساعدك. ما بدي عزبك. شو هالحكي، دقيقتين وبخلص. شو بدك؟ بدي أدفش الطاولة وأقربها لقدام شوي و... تكرمي. معك حق تقيلة كتير. إذا بتدفشلي كمان هي شوي على الحيط بيكون منيح. ماشي. عالزاوية؟ إيه بس إذا بتخلي وشها لعندي بيكون أحسن. منيح؟ رح تقلي استغلالية، وأول ما فت من الباب خليتك تشتغل. ما رح أقول هيك إذا ضيفتيني فنجان قهوة. تكرم. تفضل، ليش واقف ارتاح؟ ايه شو عملتوا بعدين؟ قدرتوا تلاقوا شي بيت؟ لا هلا عم ندور، عم نفكر نشتري بيت كبير. ليش؟ حتى الأولاد يعيشوا معي. أساساً أنا اليوم جيت لعندك لحتى أحكي معك بهالموضوع، طبعاً إذا فاضية. أكيد تفضل، عم بسمعك. كيف تشربها؟ لا تعزبي حالك. نسيت المعلقة. أنسة، مالك بتعرفي إنه أنا ومرتي على خلاف؟ وأنا مو عاجبني هالوضع بنوم، وعم أفكر طلق. زعلتني طبعا كثير، عم أفكر بالولاد خايف هالمشاكل تضايقه. إذا بتحب نكمل حكينا ونحن عم نتغدى. نتغدى؟ إيه نتغدى، الصبح ما قدرت أفطر، وإذا هلأ شربت قهوة فرح تروح قابلتي عن الأكل. طيب مثل ما بدك. لكن خلينا نطلع. تفضل. Thank you.
خذوا لشوف. كثير بحب طيور النورس. أنا مرة التقيت مع فريدة هيك على السريع. مبينة طيوبة. بركي في مجال للتفاهم. كتير صعب. الخيوط اللي بيناتنا نطعت. طيب أنت ليش بدك تطلقها؟ يعني في سبب مقنع للطلاق؟ بتمنى أنك ما تفهمني غلط. أنا عم بسأل هالأسئلة مشان الدعوة. صار كل شيء بعد ما فاتت منار على حياتنا. زعلت وحردت وراحت. يعني أنت السبب اللي صار؟ إيه نعم. بس الزمن ما بيرجع لأصلح الأخطاء. أنا تقبلت منار كرمال ابني، يعني غصب عني. طيب أنت حكيت مع فريدة وشرحت لها اللي صار معك؟ طبعا حكيت كتير وترجيتها أكثر من مرة، بس ما ردت علي أبدا. والأخير مليت وما عاد إلي خلق. بترجاك لا تواخذنا، ضايقتك بأسئلتي. لا تاكلي هم، أنا طلبت نحكي بالموضوع. بس أنا مشغول بالي على الأولاد. لا أقدر آخذهم لعندي، لازم استنى حكم المحكمة، مو هيك؟ طبعاً القاضي اللي بيقرر لمين الحضانة. بس في شغلة مهمة، يعني مثل ما رح يكون لك الحق إنك تشوف الأولاد، كمان فريدة بالمقابل إلها حق. أنا قصدي إنه لازم تتفقوا على هالشي بيناتكم من هلأ. اتفق مع فريدة؟ لا تضحكيني. إذا أخذت الأولاد منا رح تقوم الدنيا وما تعود. أنت منيح؟ يسلم، أنا بخير. مدام أمال بسرعة ناديلها، يلا هلأ بدي شوفها. منار خير؟ شوفي خير؟ صحي أنت أمي؟ جاوبيني هلأ، أنت أمي؟ ارتاحي شوي حتى تفهمي. ولا لا بترجاكي اهدي شوي. ماشي رني، فوتي لجوا. حاضر مدام. ليكي منار، مو مثل ما فهمتي، يعني انا مين يلي قال لك هالحكي؟ تيمور بيك هو قال لي. فكر اني بعرف وانا كنت واقفه قدامه مثل الجدبه.
صدمني بكلامه. منار صدقيني كنت رح خبرك، وحتى حكيت مع أمك بس ما صح لي فرصة أحكي معك. قال أمي أصلاً أنا بكرهك وبكرهها. منار لا تحكي هيك معي، أنا صار لي سنين عايشة بالعذاب كرمالك. لكن ليش تخليتي عني ورحتي؟ ليش تركتيني؟ معقول يلي عم تحكي؟ في بني آدم بيترك ابنه هيك وبيتخلى عنه؟ أنا كل هالسنين مفكرتك ميتة، شو ساوي؟ هنن هيك قالوا لي. خلاص ما عاد فيني اتحمل هالكذب تبعك، فهمتي؟ ما عاد بدي اشوف وشك بالمرة. منار استني، مو انت فكرتيني ميتة؟ خليكي مقتنعة بهالشي. منار بترجاكي، بعدي بترجاكي. منار منار منار. خلصنا، حليناها بدقيقتين بدون ما استنى حدا. من هلا ما عاد حدا بيقدر يوقف بوشي. خلينا نروح على البيت. وماما بلكي قلقت علينا. برد كتير. طيب ماشي، هاتي ايدي. بابا بابا. حبيباتي شو رايحين لحالكم؟ لا هلا رح تجي ماما تاخذنا. وينها؟ مو بعرف، ما اجت. طيب اخذكم انا؟ انت اجيت لحتى تشوفنا؟ ايه، ومشان احكي معكم كمان. شو بدك تحكي؟ شو رأيكم تجوا لعندي على البيت؟ نروح معك هلأ؟ مو هلأ، بس لننتقل. ماما هي كمان رح تجي؟ لا حبيبتي، بس انت. مثل أيام زمان بتسكنوا مع عمكن ومرت عمكن وستكن، وقت يطيب جدكن بيسكن معنا. ها؟ يلا. مدام جنان، ما في أي خبر عن منار، حتى كمال بيك ما بيعرف وينها. وين ممكن تكون؟ دورت عليها كتير. ما بعرف مدام أمال، أنا نبهتك قبل هالمرة وقلت لك قليلة. أنا حذرتك بس أنت ما رديتي علي. أنت شاطرة بهالشغلة. مدام أمال قلت لك بكرة منار ما رح تسامحنا لأنه خبينا عنا الحقيقة. وين ممكن تروح؟ يعني مثلا عندها شي رفيقة أو حدا تقعد عنده؟ الله يحميك يا بنتي، أنا كتير خايفة تعمل بحالة شي مدام أمال. طيب خبر الشرطة. لا لا، يعني لو منعرف مكانها كنا خبرناهم. خلينا نستنى شوي، إذا عرفت أي شي بتصل فيكي دغري مدام أمال. لا تاكلي هم. ليكي
جنان خانم، عم استنى منك خبر. خبريني أول ما تسمعي أي شي عنا، ما رح يجيني نوم لحتى أعرف. خلص لا تشغلي بالك، رح دور ورح أتصل فيكي فوراً إذا عرفت شي.